برحب فيكم مشاهدينا بفقرة جديدة مع ضيف الدكتور غسان حنا. بونجور دكتور، معك سيدي، يسعد كيفك صباحك. دكتور؟ سلام يسوع لألي كل المشاهدين. شكرا لك دكتور غسان. اليوم بدنا نحكي عن الأم تريزا، بس قبل رح نبلش بفيديوز لألها، ومن بعدها رح ننتقل معك لنحكي أكثر عن حياتها وعن بداية حياتها. ببداية حلقتنا لليوم بدنا نسألك دكتور غسان، أمتى منعيد عيد الأم تريزا؟ بدي أحييك يا سيدي، وبدي أحيي المشاهدين، وبدي أعيدهم بعيد الأم تريزا، هالقديسة العظيمة اللي كل الناس حبوها وكل الشعوب، واللي كانت فعلا قبلت الأنظار العالم كلها، لأنه كل شعوب الأرض وكل الأديان حبوها لأنه شافوا فيها مثال للإنسانية. نحن نهار الخميس منعيد عيد قديستنا العظيمة، هالقديس اللي حملت محبة يسوع المسيح وكانت إنجيل حي متنقل، كانت عم تحمل كل نور يسوع المسيح للعالم، خاصة للفقراء، بدعوة استثنائية أكيد رح نحكي عنها بعدين. ولكن هذا العيد أهميته سيدي إنه بذكرنا إنه الأم تريزا هي علامة محبة يسوع للعالم، وهي بتقول عن حالها أنا مني غير ألم، الله عم يكتب فيه رسالة حبه للعالم. نعم، بهذا التواضع وبهذه الثقة هي عاشت، هي الامرأة الإلبانية اللي اسمها أنياس، عاشت بعائلة عائلة مباركة، عائلة متواضعة من أم وبي، بيها توفى. نعم، أخذت من أمها الروحانية الحلوة ومحبتها للفقراء، ومن بيتها تعلمت الأخلاق الإيمان المسيحي وصارت رسول ليسوع المسيح. وهيدي علامة السيدة تنسيق انه من عيالنا نحن مدعوين اليوم على مثال القديسة تريزا. نعم، نعرف من عيالنا ننشئ اولادنا عن حبة يسوع وعلى القيم والمشورات الانجيلية. اكيد. كيف كانت بداية حياة الام تريزا؟ نعم، انطلاقتها للام تريزا كانت من خلال دخولها للدير بايرلندا، وكانت هذه المحطه المهمه بحياتها سيدي، لانه من هناك انطلقت بتكرسها، وكانت فعلا عندها شعور انه الله عم يدعوها لحياه التكريس ولحياه الرهبنه. نعم، ولكن وطرحت برساله للهند لا 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 لاكثر المناطق فقرا، لتبعد العالم الاكثر فقرا، المعدومين اللي ما عندهم شيء،
رح تعطيهم الله، رح تعطيهم محبة يسوع، ولكن حضورها هون فيها، الخبرة اللي عملتها بانطلاقة حياتها كانت كثير مؤثرة، وهي اللي طبعت لك الحياة، لأنه شافت البؤس الكبير، شافت الآلام الكثيرة، شافت محيط من الآلام، محيط من البؤس، محيط من الفقر بين الناس، كانت عم تنبش عن كرامة الإنسان، وكان عندها رفض وثورة على 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 هالمجتمعات اللي ما عم تقبل إنه تساعد الإنسان ينهض لبناء كرامته، وتساعد الفريق فقير يتطور ويبني حياة كريمة. دكتور غسان، ثورتها ما كانت ثورة عندي، كانت ثورة محبة سيدي، كانت ثورة صامتة، قالت ما كبت عن أحدا شيء، وقالت غيري شو عم بيعمل، سألت حالة أنا شو لازم أعمل، وكان صوت ربنا لإلها الصوت العظيم المدوي بحياتها، الكتاب الشهير Come and be my light، تعالي وكوني أنت نوري، يسوع دعيها تكون هي نوره. طيب شو اللي دفع الأم تريزا لتساعد المحتاجين والفقراء؟ نعم، هيدي الدعوة الخاصة سيدي نحن بنسميه باللغة سيتان أبيل دون لابيل، هي كان عندها الدعوة الأولى تكون برهبنة، تكون بقلب رهبنة كاثوليكية، نعم، على الكنيسة الكاثوليكية، ولكن حتى وهي الرهبنة إجاها نداء ودعوة جديدة، دعوة استثنائية، وتطالق راحت بشوارع كالكوتا سيدي، كانت عم تشوف الفقر، هونيك الله حكيها وقال لها بدي اياك تكوني بين ولادي، فهي تركت الدير وطلبت الاذن من روما، واكيد روما اعطتها الاذن تنطلق بهيدي الرساله، انطلقت فيها لوحدها، ما كانت لوحدها لانه يسوع المسيح كان هو الحي فيها، وهو عن اي عمر بلشت انتقلت فيها؟ كانت بعدها صبيه كثير سيدي، يعني كان بعدها بالدير وانطلقت من الدير. نعم. انطلقت تتأثر كمان رسولات المحبة اللي دفوا حول السيدات وراهبات وصبايا وشباب متطوعين للعمل، لأنه آمنوا برسالتها، آمنوا شافوا بهالإنسانة علامة مضيئة ليسوع المسيح ولإنجيله. نعم. لأنه كانت شهادة حية عن هالإنجيل، راحت بفقر، ما معها شيء، ما بتملك شيء، كانت كل ثقتها بالعناية الإلهية إنه رح تدبر كل شيء بوقتها مع كل الناس، حتى بتقول إنه أنا ما بقدر أربي كل هالحاجات، هيدا عمل الله مش عملي، ولكن أنا كل شيء بقدر أعمله حط حالي كأداة طيعة بين إيدين ربنا، وربنا هو اللي بيعمل الشيء الكبير، وهي اللي قالت ما ضروري نعمل ومش مطلوب نعمل الأشياء الكبيرة، ونحن الأشياء العظيمة ما فينا نعملها، نحن مطلوب منا نعمل الأشياء صغيرة، ولكن بروح كثير كبيرة، بروح المحبة. نعم. هيدا كان شعار حياتها، وهذا كان مبدأ رسالتها. طيب كيف كانت تتمثلوا بحياة يسوع المسيح الفقير، ويشوفوا يسوع المسيح بكل فقير؟ نعم. هيدي العلامة المضيئة اللي كانت خاصة بحياة القديسة تريزا. نعم. كيف كانت تجربتها الأولى بالعمل الخيري؟ أكيد بتعرفي يعني أكيد بدها تكون تعبت بأول مرحلة يعني. نعم. بتعرفي إنه بحياة كل مكرس، بحياة كل إنسان سيدي، في أحداث بتطبع حياتنا كلنا، وهذا الحدث أكيد في أحداث مهمة فعلا بتشكل هي علامة فارقة بحياتنا وبتشكل مفصل بحياتنا. مادري تريزا حياتها كانت وقت نزلت كانت العلامة الأكبر بحياتها والأكثر تأثيرا والبصمة الأكبر اللي تركتها وقت نزلت بتجربتها الأولى بشوارع كالكوتا تكون بين الفقراء وتخدمهم وتحبهم. كان هم سيدي بس الإنسان حتى اللي ما بتقدر تأمن له أو تقدر تأمن له شفاء كامل أو تقدر أقله تقدر تسعفه، أقله تحطه على تخت تيموت بكرامة. نعم. في أحداث مخيفة، يعني إذا بنسمع خبراتها مع كثير من الفقراء بنشوف قد ايه كانت هالقديسة علامة مضيئة ليسوع المسيح. نعم. بالعلامة سيدي إذا بتسمحي لي أخبر هالحاجتين الصغار اللي كثير مهمين. أكيد تفضل. بيخبروا عن هالسؤال. أحد المرميين المهمشين تعرفي كانوا بكالكوتا مش بس فقراء معدومين، جتت ناس أنجأ
عم تتنفس، مسقوطين على قارعة الطريق مهمشين، كان كل همها تحملهم وتطببهم، يا تقدر تجيبهم لعندها على البيت أو تسمح لهم يموتوا بكرامة على تخت. مرة بيطلع فيها واحد بيقول لها أنا كل حياتي عشت مثل الكلب ورح موت مثل الكلب، ولكن أنت اعطيتيني الفرصة عشت مثل، ولكن هلا عم بموت مثل إنسان بكرامة إنسان، لأنه آمنت بيسوع المسيح الموجود بالفقير، آمنت بيسوع المسيح الموجود بكل إنسان، قدرت شفته، قدرت شفت وجهه اللي عم بدور بحياتها الناس الفقراء المعدومين، تتكون شهادة ليسوع المسيح وتتكون علامة سارقة بهذا العالم، فتقول لهم إنه هيدا يسوع المسيح الفقير. نعم نحن إلهنا إذا متجسد واختار الفقر تيفرجينا قد ايه الفقر هو علامة لحبه ولا علامة من علامات ملكوته ومن علامات إنجيله. أستاذ غسان، كيف أثرت هذه التجربة على حياة الأم تريزا؟ أكيد هي بشهاداتها المتكررة سيدة دائما كانت تقول هذه التجربة الأكثر تأثيرا بحياتي، مشان هيك بقيت هونيك، تركت الدير صور، يعني هي ما تركت فعليا الرهبني، هي راحت على دعوة جديدة، هي ما تركت دعوتها الأساسية، هي ما تخلت عن نداء الله لإلا الأول إنه تكون راهبة عم تحب يسوع بالتأمل. العكس، إذا بتشوفي حياتها سيدة كانت عم تعيش كل الروحانية تبع الرهب، وين هي كانت كراهبة، وجودها قدام الإربان كانت تقعد فيه ساعات طويلة، صلاتها للوردية، التزامها بالقيم الإنجيلية، التزامها بقانون رهبنتها، طاعتها للرؤساء، كانت عم بتعيش كل المشورات الإنجيلية، كانت عم بتعيش كل الندورات الرهبانية اللي أندرتها، كانت أمينة لإلها إلى حد بعيد، يعني عاشت الفقر بشكل أسطوري، ولكن ما خرجت عن الطاعة، دلت ضمن الطاعة، كانت دائما تقول أنا بنت الكنيسة وأنا بطيع كنيستي وأنا بطيع الرؤساء، وفعلا عاشت كل هالمنحة الكنسي وكل هالبعض الكنسي بطاعة وبأمانة لتعاليم الكنيسة. ولكن كمان انفتحت على دعوة جديدة بحياتها، هيدا اللي عطيها وأكسب حياتها خطوبة جديدة، خطوبة روحية، خطوبة استثنائية حتى بالقداسة، إنه تكون خارج الدير عم تعيش، خارج دايرة عم تعيش حياتها الرهبانية مع الفقراء بخدمتهم، لأنه كانت تقول هول يسوع المسيح المتروك، هول يسوع المسيح المجروح، هول جراح المسيح. كانت تقول كمان إذا بتسمحي لي سيدة، بتعرفي التقت بواحد أبرص، وهيدي من عن جد القصة المؤثرة، لأنه عم تسأليني شو اللي أثر بحياتها. شخص أبرص، وبتعرفي بالبرص بصير جسمه الإنسان كله قروح، وبالقروح تطلع ريحة كتير كريهة، بقى العالم مش هناك يهملوا الأبرص ويضطهدوه يعني يخرجوه من المدن فيضلوا برات المدينة وما يعدي حدا. هي كانت تروح لعنده بمطلو جراحه بكل حنين بكل حب. بقى هو مرة بيطلع واحد فيها بشمئزاز بيقول لها بتبعدي عني، كيف فيكي انت عم بتقربي مني، انا قرفان من حالي، انت كيف فيكي تقربي مني وتضمدي لي شيء. بتقول له انا لو كنت انا وعم بتطلع فيك لحالك اكيد ما في اعمل اللي عم بعمله، ولكن هالقد شايفي يسوع المسيح فيكي كبير، أنا هالقد في أقدر أحبك وأعمل معك. فهالقد كان تجذرها وأمانتها لحب يسوع المسيح ولخدمته بالفقير، لأنه قدرت شافت وجهه بكل إنسان وبكل فقير. بدي أسألك، شو كان دور الأم تريزا بتأسيس جمعية مرسلات المحبة؟ أم تريزا هي المؤسسة، هي وصديقة لها إنجليزية، ولكن صديقتها ما قدرت كفت مع الرسالة وهيدي قصة كتير مؤثرة كمان سيدة. بتبعث لها من بريطانيا عم تبكي عم تقول لها أنا عم بتألم، لأنه كان عندها شلل صديقتها وما قادرة تكون معها على الأرض، لأنه كانت معها فترة وتركتها بسبب إعاقة صحية. فكانت حزينة وعم تقول لها أنه أنا حزينة، بعيدة عنك كل رغبة قلبي يكون حدك عم بيشهد ليسوع عم نخدم الفقراء. تكتب لها المادري تريزا بتقول لها يا أختي أنت من موقعك آلامك
فيها تساعدني أكثر من أي شيء تاني، أكثر من حضورك حدي. قدمي لي هالآلام لرهبنتي اللي عم بأسسها، لهالمؤسسة اللي عم بأسسها، وأنت رح تكوني من أهم المؤسسين معي. وفعلاً كانت انطلقت الرهبنة بشكل شكل عجيب، وبشكل إنه استقطبت أعداد هائلة، وبرقم يعني ريكوردر بعدد الرهبان اللي قدرت استجابتهم بسرعة، لأنه هالقد شافوا بهالرهبنة وبهالأم بكل معنى الكلمة، بهالقلب الأمومي اللي عندها إياه للفقراء، بهالراهب القديسة، شافوا حقيقة يسوع المسيح وحضوره. فكان عدد كبير من الشباب والصبايا المتطوعين، كان عدد كبير بلش عم يتأسسوا تيكونوا رهبان معه ويخدموه، وانتشرت فروع لهالرهبنة. اليوم صار عندنا أكثر من 100 بلد للمادري تيريزا ولرهبنتها منتشرين فيها هيدا الرهبنة المادري تيريزا. شو كان هدفها الجمعية؟ العالم كله، وهيدا الانتشار منه غير علامي. نعم. علامي علامي حسية وملموسة لهالإيمان اللي بتكلم له إياه ليسوع المسيح ولعمل إنجيله بالعالم. أستاذ غسان، شو كان هدف هيدي الجمعية؟ هدف الجمعية اليوم تكمل رسالة المادري تيريزا، تكمل بالشهادة ليسوع المسيح، تكمل بالشهادة للقيم الإنجيلية، تكمل بخدمة الفقراء وخدمة الإنسان وكرامة الإنسان ومناصرة هيدي الكرامة والدفاع عن الإنسان. ونفهم يوم سيدة، اليوم حياتها القديسة اليوم بتكلمنا بطريقة رائعة، بطريقة كثير استثنائية. بنشوف كيف عم بيموت الناس، كيف عم تموت الأطفال، كيف الحروب عم تجتاح الدول، وين كرامة الإنسان؟ وين اليوم هالقديسة عم تكون علامة مضيئة تتقلنا الإنسان خلق للحياة مش للموت. نحن رسل الحياة، نحن بدنا نبني ثقافة الحياة، ثقافة السلام مش ثقافة الحرب. نعم. ما حدا في ياخد الناس على الموت، ما حدا في يجر الناس على الحرب. رسل يسوع المسيح بياخدوا العالم على السلام، على المحبة، على أن تكون العيلة البشرية عيلة واحدة. نحن الدعوة المسيحية دعوة إلى وحدة العائلة البشرية، إلى كرامة الإنسان، إلى رفع. نعم. وفهم أن كل خيرات الأرض وكل كل العلوم وكل الموجود بهالأرض، كل شيء موجود لخدمة الإنسان ولكرامته. الإنسان هو القيمة المطلقة. نعم. العالم كله بخدمة الإنسان، مش الإنسان بخدمة العالم. نعم. كيف واجهت الأم تيريزا الصعوبات والتحديات بمساعدتها للفقراء؟ نعم. منشوف سيدة إنه حياتها كلها كان فيها صعوبات، وصعوبات. نعم. هائلة. يعني واجهت صعوبات كثيرة، حتى من المسيحيين اللي مفترض هن يحتضنوها وهن يأيدوا لرسالتها ويساعدوها. للأسف بتقول هي بشهادتها، أنا بالوقت اللي كنت ناطرة من أقرب الناس لإلي هن يساعدوني، للأسف هن كانوا عم بيعرقلوها، هن كانوا عم بيضطهدوها ويواجهوها. ترك الفقراء، ترك البرص، للأسف. وهيدي دعوة لإلنا نحن سيدي، نحن المسيحيين اليوم صرخة لإلنا نرجع لأصالة ولجذرية دعوة يسوع المسيح لإلنا، جذرية القيم الإنجيلية. أنا كيف بحب يسوع المسيح وما بحب جاري الفقير؟ أنا كيف بحب يسوع المسيح وما بحب جاري وخي اللي حدي؟ أنا مش مطلوب يمكن منا كلنا نعمل مثل مادري تيريزا على كالكوتا، بس سيدي كل واحد منا ببيته وبشارعه وببنيته وببلده في كالكوتا. نعم. كل واحد منا حده في فقير، كل واحد منا حده في ناس محتاجة. في يسوع المسيح في نداء من السماء بعيطه لكل واحد منا. نحن ديننا المحبة. أنا بحاجة لإيدك تشتغل، أن تكون إيدي. يسوع المسيح نحن إيدي ونحن إجري ونحن عيونه. ولا مرة يسوع المسيح سيد السجود لإسمه ربنا رح يظهر ويعطي فقير، أنت بتعرفي صح؟ ولا مرة رح يظهر ويعطي. نعم. ولا مرة رح يظهر ويعطي. يسوع بيعطي بإيدينا، بيحكي بلساننا، بيطلع بعيوننا بنظرات الشفقة والرحمة، وبيشتغل من خلالنا ومن خلال إيدينا. فدعوتنا اليوم لهيدي الجذرية أن نكون بكليتنا لإله مثل ما كانت مادري لإله. هالقد مادري تيريزا كانت لإله، كانت تقول له أنا لإلك عمول فيي شو ما بدك. مشان هيك كانت تقول أنا صفحة بيضة، الله بيكتب علي اللي بده إياه. ومشان هيك سيدي أهم
العوائق اللي كانت عم بتواجهها انه ما عندها الموارد، يعني الحاجه، يعني انت قدام اوسيان يعني محيط من الحاجات، وشو بدها تلبي تتلبي؟ ملايين ملايين من الفقراء مسكوتين على الطرقات. كان كلها ايمان انه الله رح يدبر، وفعلا كانت الاعجوبه انه مئات من المراكز عم تقوي، مئات الوف من الناس الفقراء اللي عم يستفيدوا من هالمراكز ومن الخدمات الطبيه من الموارد اللي عم بتأمنهم اياها المادري تريزا. دكتور غسان ثقتها بالعنايه الالهيه، نعم. فعلا ثقه اسطوريه، تقول الله رح يدبر بكل لحظه، والله ما معقول يحملنا شيء فوق حاجه فوق طاقتنا، نعم. رح يحملنا قد ما فينا نحمل، وفعلا حملت جبال على ظهرها لانه ايمانها بيسوع المسيح كان ايمان كثير كبير. نعم، بحسب خبرتك عن حياه القديس الام تريزا، كيف كانت علاقتها مع الاديان الثانيه؟ كانت سيدي صدقيني الاديان كلها حبوها، المسلمين حبوها، الهندوس، السيخ تصور اليوم المادري تريزا المسيحيه الكاثوليكيه صارت الايقونه الاولى، اذا مش مع غاندي الثاني. نعم. هي وغاندي بيقول احد اليهوديين الهنود واحد الكرادي الهندي الهنود، وكثير من الشعب الهندي هيدي شهادته، بقول لسان حال شعبنا الهندي في اي عصر نعرف ايقونتين كبار، المادري تريزا وغاندي. تصوري غاندي هندي، بالنتيجه غاندي ابن البلد، ولكن مادري تريزا لنا هنديه ولنا هندوسيه ولنا مسلمه، هي مسيحيه. بس قدرت تنصقف بحبها ليسوع المسيح وحبها للفقراء وحبها للشعب الهندي. هيدي قوه المحبه اللي نحن كمسيحيين مدعوين نشهد لها، هيدي قوه المحبه اللي نحن مدعوين نكون هالقد عم ننصقف وعم نكون مثل الملح بالطعام ومثل النور بالعالم، فنحل وين ما كان ونفرجي وجه يسوع المسيح، وجه المحبة، وجه الرحمة، وهيدا اللي نجحت فيه المادري تريزا. نعم. مشان هيك صارت أيقونة بالهند، مع أنه هي مواطنة ألبانية منا هندية، مع أنه هي إنسانة مسيحية. نعم. فتحت على كل الأديان، حاورت المسلمين وبنيتهم جوامع. صوري سيدي كانوا ينتقدوها، ليش عم تسمحي لهم يعمروا جوامع؟ تقول لهم يروحوا يصلوا أحلى ما يعملوا شيء ثاني. الإنسان ما بيصلي وما بيعرف الله بيصير دكان للشيطان، بيصير محط تجربة للشيطان، الشيطان بيلعب فيه. تركوهم يصلوا، خلوا الناس تصلي، خلي الناس تعيش المحبة والسلام. كلنا أولاد الله، والله ما بيميز بين أولاده، والله ما بيميز بين الأديان، مع الفرق سيد نتشدد عليه دايما، الله ما بيميز بين الأديان، الله كلنا أولاده، مع الفرق الكبير اللي بدي أقوله انه اكيد واكيد واكيد الحقيقه كلها بيسوع المسيح، والخلاص كله بيسوع المسيح. نعم. مش خارج عنه، ولا بدين فينا نلاقي الخلاص، ولا بدين فينا نلاقي الحياه الابديه الا بيسوع المسيح بشخصه وبكنيسته اللي عم تشهد له، لانه يسوع المسيح هو الحياه، والكنيسه منا غير شاهده لهالخلاص وهالحياه اللي تحققوا بيسوع المسيح. نعم. شو هن القيم والمبادئ الروحية اللي كانت تستند لألهم الأم تريزا؟ سيدي بتعرفي بأول حديث قلت لك الأم مادري تريزا إنجيل حي. نعم. يعني ما في فضيلة، ما في نعمة، ما في فضيلة مسيحية مجسدتها المادري تريزا. نعم. كانت محبة متجسدة، يعيطولا أم الفقراء، أم المحبة، كانوا عيطولا زهرة الهند. الآب بتعبر عن كل النعم اللي عكستها واللي الناس اختبروها معه وشفوها معه، من المحبة، من العطاء، العطاء اللي ما له حدود، في كتب انكتبت عنا العطاء حتى الوجع، يعني لو فيها كان يمكن تشقف حالة وتعطي حالة للفقراء، على مثال يسوع المسيح المصلوب العطى حاله على الصليب وبالإفخارستية، أكيد ما كانت أثرت، أكيد ما كانت أثرت لأنه عملتها. وفعلا ماتت سيدة ويمكن وقف قلبها وتعب قلبها من كثرة الحب، على مثال معلمها الإله اللي باب قلبه على الصليب حبا بكل واحد فينا. المادري هيك كانت تلميذة أمينة لهالمعلم الكبير اللي شافت حبه، وهي بالنتيجة هذه مش محبتها سيدة، هذه محبة يسوع المسيح اللي حملتها
لكل شعب الهندي، خاصة لأفقر فقراء العالم كالكوتا. نعم. هي جسدت العطاء، جسدت المشاركة، كانت بيوت ومراكز الإيواء مفتوحة لكل العالم، مفتوحة لكل فقير. ما في فقير بدق الباب إلا ما بيفوت يلاقي حاجته ويلاقي خبز ياكل ومي يشرب ويجدد حياته. وكانت تشدد كثير على الصحة الجسدية والروحية. كانت تعطي الخبز للرغيف ليشبع الإنسان، ولكن تعطي أهم اللي هي تعطي خبز يسوع المسيح الإفخارستي، تعطي جسد يسوع المسيح وحضوره الحي اللي بيحكي كل مؤمن وبيجسد فيه كل الأيام اللي مادرة تريزا عشتها. هي التفسير ينقلها من خلال يسوع المسيح الإفخارستي لكل نفس تتلقى تلتقي بهالقديسة. نعم. وبتتبارك منها وبتعيش بشفاعتها. شو مناخذ عبرة من حياة الأم تريزا؟ السيدة المادرة تريزا كتاب مفتوح، يعني كل يوم فيك تقرأ صفحة. نعم. ما بخبرك قدي في كتب وفي من أقوالها وتأملات وحكم روحية وإرشادات، وقديها الإنسان كانت ملهمة. نعم. ملهمة لحياة كثير ناس، وملهمة لرهبنتها، ملهمة للأخوات الراهبات اللي كانوا معها. فعلا سيدي بتشوفي، وعن جد مع تحية كبيرة لكل الرهبنات بالعالم، لكن أنا كل الناس اللي بشوفهم المؤمنين بيقولوا لي بيحبوا كل الرهبنات وبيشترموا كل الرهبنات، ولكن هالرهبنة مميزة بشكل محبوبة بشكل، لأنه فعلا عم تنقل الشهادة الناصعة على إنجيل يسوع والجذرية بالفقر، لدرجة أنه هون منشوف يسوع المسيح، هون منلمس فقره. قدي الفقر بحررنا، قدي الفقر بقدسنا وبيرفعنا تنكون على مثال معلمنا الإلهي يسوع المسيح اللي اختار الفقر، هو الغناء بغناء لا متناهي، أغنينا ورفع كرامة كل إنسان وقدسنا جميعا. نعم. قبل ما نختم مع حضرتك، شو بتحب تضيف شيء عن حياة الأم تريزا؟ سيدي ما بنخلص نزيد على حياتها، لأنه فعلا كل يوم نتعلم شيء من هالقديسة. بس بكفي نفهم جملة واحدة تنفهم قديش شو بدنا نفهم. سيدي تنفهم دعوتها الخاصة، هيدي الأفال دون الأفال، الدعوة الخاصة اللي ربنا دعاها إياها بقلب دعوتها الرهبانية، فيقول تعالي وكوني أنت نوري. نعم. صوري يسوع المسيح عم يدعي هالخليقة المحدودة تكون نوره لإله. ليكي هالعظمة، ليكي هالشرف، ليكي هالكرامة. المادرة تريزا هالقد حملت يسوع المسيح بأمانة، مثل كل كهنتنا اللي بيحملوه على المذابح، مثل كل المكرسين اللي بيحملوه بأمانة، ولكن هيد الإنسانة كانت هالقد بتكرسها، حتى بتكرسها كانت علامة مميزة، علامة مختلفة بقدستها، بجذرية حبها، بحبها بلا شروط وبلا حدود، راحت فيه مع يسوع المسيح لآخر الطريق تكون بنت الكنيسة، وتتعلمنا اليوم بحياتها تتقلنا ليكو أنا إنسانة مثلكم، كنت ضعيفة مثلكم، أنا نميت بالإيمان. نعم. أنا بشبهكم بكل شيء، بتعبكم، بضعفكم، بكل شيء، بس أنا صرت قديسة لأنه كان عندي الإرادة وانفتحت على نعمة ربنا. وأنا هون معك سيدة بتقول لك كل مسيحي. نعم. قادر أنت تكون قديس مثل مادر تريزا، شرط يكون عندك الإرادة تنفتح على نعمة ربنا وهو القديس عليه. بأحد القديسات أختم معك سيدة. نعم. وبعتذر إذا عم بستفيد بالحديث، ولكن تقول بإلا لو واحد بإلا يسوع 99.99 من قداستك هي مني، فكل قداسة القديسين هي من يسوع المسيح. بقلنا هالصفر فاصل واحد، خلينا هيدا نكون فيه أمينين بالكامل فيه لربنا، تنشكره على هالحب الكبير. ومثل ما بنقول سيدة غوطان دامور، قدام هالقد من الحب شو فينا نقدم غير الحب اللي قدم لنا يسوع المسيح بصليبه بمزوده بقيمته. نعم. لمجد بيوسف. دكتور غسان، نحن بنشكرك لوجودك معنا.
أنا اللي بدي أشكرك سيدي، والله يبارك مريم تي في، وبدي أعيدكم، ميرسي. بدي أعيد أسرة هالتلفزيون، الأسرة الطيبة، تحية للأخ نور، كمان مريم تي في هي منارة، تحية لحبيب قلبنا أستاذ جورج معلولة، وللكل ميرسي. كل العاملين بهالتلفزيون، ولإلك سيدي ينعاد عليكم، والله يقدسكم جميعا. ميرسي وينعاد عليك يا رب. تحية لإلك سيدي. ميرسي. هون بتكون خلصت فقرتنا لليوم. مشاهدينا لحظات وبنرجع لكم.